السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده بنتكلم عن فيديو جديد في سلسله بنتكلم فيها عن هادوب كومبوننتس. الفيديو بنتكلم فيه عن اليارن، الجزء المسؤول على الريسورس مانجمنت في هادوب. طيب قبل ما نبدا الفيديو، عايزين نعلق على كام نقطه في اللي اتقالت من الفيديوهات اللي فاتت وحابب ان احنا نقولها. اول حاجه نبدا باسهل سؤال، اتسال هل الكوماندز بتاعت هادوب فايل سيستم محتاجه احفظها كده؟ يعني انت بس مع الوقت كده هتفتكرها. وانا حطيت الريسورس عشان حضرتك لما تيجي يعني عايز تبص، عايز تفتكر حاجه تدور عليها، ما اتش بتكتب على جوجل بس تقول زي ما بنعمل في اي حاجه تانية، ازاي تكوبي فايل في هدوب والكلام ده، فما اكيد مش حاجه تحفظها يعني والحاجات دي. الحاجه التانيه، في جزء اتكلمنا فيه المره عن هدوب فايل سيستم، جاي اتكلمنا على سموث فايل بروبلمز. احنا اتكلمنا على المشكله دي بشكل سريع، عرضنا عليها وقلنا بعدين هنتكلم عنها. بعدين امتى؟ لما نيجي نتكلم في الامبلمنتيشن اللي شويه ديموز، هناخد الكيس دي وهنتكلم عليها بشكل تفصيلي. حاجه ثالثه، لما جينا قلنا ان هدوب سهل الدنيا ان هو بقى يشتغل على كوموديتي هاردوير، ففي ناس سالت سؤال منطقي، قالت لك كوموديتي هاردوير يعني اي هاردوير يشتغل عليه؟ اه هدوب اي هاردوير يشتغل عليه، بس هل برودكشن هنشتغل على اي هاردوير؟ اكيد لا، كل شركه تجيب هاردوير نضيف مثلا من ديل ولا من اتش بي اي يعني كان الشركه يعني. بس الفكره اللي عايزين نقولها ان هدوب بيشتغل اي هاردوير. زمان كان لا، لازم تروح هاردوير من الشركه بتاخد منها الداتابيز او بتاخد منها السوفت وير نفسه. فدي الفكره، اكيد ستيل برودكشن الهاردوير مختلف، بس هنقصد ان هو اي هاردوير عادي. طيب نقطه كمان، حته الفيرزر ريدنج، احنا اكسبكتد ان احنا كل فيديو المفروض يبقى فيه لينك تحت الفيديو من الموقع بتاعنا، هو ويب سايت سيمبل كده، بنحط فيه الفيديو والسلايدز وبنحط فيه الريدنج اللي احنا اكسبكتد للفيديو ده. احنا اكسبكتد بعد ما نخلص الفيديو الجاي بتاع ماب ريديوس تكون انت قريت اول 6 أو 7 شابترز في هدوب ذا ديفينيتيف جايد. في بعض اللينكات بنحطها زياده، دي مهمه تقري، لان انا اكيد يعني في النهارده هنتكلم من كتاب تاني بيتكلم عن هدوب. الكتاب التاني ده احنا هدفنا ان احنا مش هتقراه كله، بس تقرا الحاجات اللي نقول عليها، بنقول الكتاب من صفحه كذا صفحه كذا، فاحنا عايزك تقرا الحاجات دي، هي مهمه. طيب نبدا نتكلم على الهدوب كور كومبوننتس تاني، نرجعهم مع بعض. طيب قبل ما نخش على الصفحه دي، اول حاجه الكور كومبوننتس عندنا هو اتش دي اف اس هدوب ديستريبيوتد فايل سيستم، عندنا ماب ريديوس بروسيسنج انجن البيزك هدوب واليارن. طيب قبل ما نخش في تفاصيل اليارن، في سؤال جالي في كومنتس، قال لي يعني ايه داتا سنتر، ويعني ايه راك، ويعني ايه سيرفر، ويعني ايه كلاستر. فانا شفت ان احنا قبل ما نبدا الفيديو ده نحط الصوره دي، هي صوره بيزك قوي، حسيت احنا مش بنشرح تفصيل هاردوير بس حسيت انها مهمه تتشرح. طيب يعني ايه داتا سنتر؟ داتا سنتر ده مكان، نفترض انا جبت كده جراج، نفترض مصري كده جميل، وحطينا فيه كل السيرفرات. جراج ده اللي هو باركنج عربيات يعني، عشان لو حد شايف كلمه جراج، باركنج عربيات كده، وقفلته كده وحطيت فيه، قلت هعمل داتا سنتر بتاعي. داتا سنتر يعني ايه؟ هو سنترلايز بليس بحط فيه الهاردوير بتاعتي. طيب الداتا سنتر دي جواها الهاردوير، هل السيرفرات دي او السيرفرز دي بنحطها في الشارع كده على الارض؟ لا، بنحطها في حاجه اسمها راك. الراك ده هو عباره عن ايه؟ يعني يعني حاجه كده حديد، هو بوكس حديد، انا كنت نفسي اجيب صوره ليه، بس هو بوكس حديد جواه بتحط فيه السيرفرز. طيب فانا تخيلت ان عندي مثلا داتا سنتر في القاهره كاي 1 2 3 4، وعندي جواها شويه راكس، داتا راكس كده، وجوه الراكس دي سيرفر 1 1 2 1 2 1 2 1 2. المهم ممكن يبقى فيه 10 20 سيرفر حسب الراك اللي هو فيه. طيب طب فين الكلاستر؟ الكلاستر ده حاجه فيرتشوال مش حاجه فيزيكال. يعني انا ممكن اعمل كلاستر، اقول انا الكلاستر بتاعي هيبقى السيرفر مثلا هدوب برودكشن، هيبقى الراك ده كله والراك ده كله والسيرفر ده من الراك. لا بكره هغيره، ممكن الكلاستر واحد يكون موجود على تو داتا سنتر مختلفين. اه ممكن. التفاصيل دي بسيطه ومش، انا مش بقول ان هي مش مهمه، هي مهمه وسؤال كان كويس جدا اللي ساله، بس انا عايز اقول ان احنا يعني ايه، انت ان جنرال مهتم تعرف ان السيرفر ده هي حاجه فيزيكال والراك هو حاجه فيزيكال، وان فيها بينهم كلهم نتورك. انا متخيل ان دي كانها نتورك، انا عملت الشكل ده، ففيها بينهم نتورك وان كلها كونكتد ببعض، هات السيرفر ده كونكتد بده، في الاخر في كيبلز بينهم، ودي مشكله كمان بعدين حته النتورك دي حاجه من بوتل نيكس يعني عندنا في البروسيسنج. بس ده بشكل عام سيمبل، ايه هو داتا سنتر، ايه هو كلاستر، ايه هو الراك، ايه هو السيرفر. لو في اي حاجه تانية نسيناها يعني هنتكلم بعدين حاجه في النتورك بس مش مهم دلوقتي. فاللي عايز اقوله ان احنا ما عندناش حاجه تفصيليه في الهاردوير محتاج تعرفها غير بس الجنرال كونسبت زي كده، يعني زي اللي بقوله ده. انت ممكن تخش تبص اونلاين برضه عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الهاردوير والديزاين بتاع الداتا سنترز، ممكن نحط في اللينكات، بصوا في الفيديو كده لو لقيت لينك لطيف بيتكلم عن الداتا سنتر ازاي بيحصل ديزايننج ممكن نحطه، بس هي حاجه اوبشن مالهاش لازمه. طيب نخش بقى في اليارن.
طيب يارن هي خصوصا yet another resource negotiator. yet another دي يعني هي بصوا في الاخر يعني في كلمة yet another دي هي بس عارف ايه الشباب في التيك في سوفتوير بيحب دايما كل شيء يقولك ايه yet another مش عارف ايه yet another مش عارف ايه يعني هي yet another دي يعني حاجة ايه مالهاش علاقة بالكونسبت هي بتقول ايه يعني تعالوا ناخد واحد ريسورس نيجوشيتور جديد يعني فاهم. طيب يارن زي ما قلنا قبل كده هو المسؤول على ريسورس مانجمنت في هدوب وهو السنترلايز بليس اللي كل حد عايز يعمل اي رن اي حاجه على هدوب لازم يروح له تمام. طيب فده الاختصار بتاعه. طيب فلما نيجي نتكلم على الداتا كومبيوتيشن فريم ورك المسؤول على الكومبيوتيشن على الداتا مين يعمل ايه مين ياخد قد ايه مين يعني لو في انا بعمل جوب بتاعتي فيها 50 جي عايز 50 جيجا ميموري و20 كور فيرتشوال كور او كورز سي بي يو وواحد زميلي في التيم عايز اكتر فمين بقى اللي هيوزع بيننا ومين يدخل مين يخش الاول مين يستنى كل الكلام ده بيتم عن طريق يعني من الويب سايت انا اخد بس الكلام ده من الاوفيشال بيج بتاع اباتشي بيكلمه وبيقول لك ان اليارن يعني الفاندمنتال ايديا بتاعه اليارن هي ان هو كان عايز سبليت الريسورس مانجمنت والسكيدول والمونترنج ديمونز يعني الفانكشناليتي دي. طيب الجمله اللي هو مش قايلها على الويب سايت انا مش بقول يعني هم حاجه انا جايبها من دماغي او حاجه مستخبيه لا زمان مش زمان قوي يعني عشان انا برضه يعني بس ما 2012 13 كان في حاجه اسمها يارن 1 او هادوب 1 لا هادوب 1 سوري هادوب 1 هادوب 1 كان الديزاين حاله الديزاين بتاع هادوب 1 كان في يعني اكتر من حاجه يعني مثلا الريسورس مانجمنت والمونيتورين كان بيحصل عن طريق 1 كومبوننت دلوقتي فصلوه فدايما تلاقيه بيقول لك ان فاندمنتال يعني الادد فاليو بتاعت اليارن ان هو يفصل شويه حاجات دي هو مبسوطين بيها لان هادوب الاول ما كانش كده كان في مشاكل في الحته دي هي بالنسبه لنا احنا مش هنتكلم عن هدوب 1 مش كونسبت عندنا خاص ولا لازمه دلوقتي هو تمام خاص بالزباله بس انت تعرف ان في حاجه اسمها هدوب 1 وممكن تلاقي بعض البلوجز القديمه بتتكلم عن هدوب 1 بس انت اجنورها خلينا في كل حاجه هدوب 2 يعني. طيب فعندنا سيبر ديمونز بيرنوا حاجتين منفصلين الريسورس مانجمنت والجوب سكيدولينج والمونتج بير جوب مش للريسورس كلها. طيب طيب فبالتالي احنا عشان يبقى عندنا الكلام ده يشتغل لازم يكون عندي جلوبال ريسورس مانجمنت هنسميه RM هتلاقوا في الفيجرز كلها RM وبخصوصها كتير جدا وعندي بير ابلكيشن ماستر. ابلكيشن ماستر يعني ايه يعني ماستر او يعني خلينا نقول كده ايه سمول ابلكيشن ماستر للابلكيشن بتاعك او الجوب بتاعتك يعني انت كتبت جوب سبارك مثلا حلو جوب الجوب اللي اسمها سبارك دي ليها ابلكيشن ماستر خاص بيها اي دي كده وهو كومبوننت مخصوص ان هو يمونيتور ويشوف الجوب بتاعتك ويعمل كل حاجه الجوب بتاعتك. انا عملت كوري تانية هايف او اي حاجه تانية على الكلاستر بتاعي كل ده موجود بيمانج عن طريق كل ابلكيشن ليها ابلكيشن ماستر خاص بيها ده لسه هنشرح الكلام ده بعدين وكل دول تحت مظله اللي هو جلوبال ريسورس مانجمنت. طيب الابلكيشن تعريف الابلكيشن بقى هي ممكن تكون سنجل جوب ممكن تكون داج اوف مالتي جوب يعني ايه يعني بنتكلم بعدين هنشرح لسه بعدين عارف ان هي حاجات احنا هنشرح بيزك دلوقتي بس انا هدي امثله توضيحيه اسهل شويه. ممكن يكون عندي جوب هي سنجل كوماند نفترض وجوب هي مالتي كوماندز انا مش عايز مالتي كوماندز الناس اللي عارفه هايف او قريت قبل كده هدوب مالتي كوماندز ممكن مقصود بيها مثلا يعني سيريس اوف ترانسفورميشن يعني الناس اللي شافت عندنا سلسله داتا هاوس والجزء بتاع الاي تي ال ممكن يكون مثلا عندي جوب هي بتعمل مش عارف ترانسفورميشن مش عارف سبليت انسيرشن بتعمل اكتر من حاجه دي كلها داج بيسموها داج اللي هي ايه داج اوف جوب يعني مجموعه جوبس داج ده اللي هو الدايناميك اسايكل جراف اوف جوبس يعني هتلاقوها الاختصار ده موجود كتير. طيب فبالتالي الابلكيشن تعريفها في الكونسيبت بتاعنا هي حاجه على بعضها جار مثلا بيعمل اكتر من حاجه على بعضها ده كله بيبقى ليه 1 ابلكيشن ماستر تمام. طيب نيجي هنا حاجه مهمه. طيب اليارن ده لما بنيجي نرن عليه عايز ارن عليه ابلكيشنز هل برن عليه يعني حاجه واحده ما بيجوز بس لا يارن بي اكسبت اكتر من حاجه يعني ايه يعني اي طبيعه جوب عايز ترنها على يارن هتعرف ترنها. طب يعني ازاي دي هنتكلم بعد شويه بس خلينا دلوقتي نقول ان يارن بي سبورت حاجات كتير جدا ما بيديوس هايف بيج سبارك بكل حاجات باتش ستريمينج ام لب سيكوال امبالا مهود اذر انجن كل دول بيرنوا على يارن عادي. ازاي بيرنوا على يارن الفكره بتاعت اليارن ايه هنتكلم بعدين ازاي ده بيحصل وهل اي واحد عنده اي تول يقدر يرنها على يارن محتاج يعمل حاجه صغيره كده عشان تشتغل يعني.
طيب خلينا برضو نقول حاجة مهمة قبل ما اخش اشرح الجزء التاني ده. انا عايز من الناس اللي شافت الفيديو ده هوت ان هم يمسكوا هادوب ذا ديفينيتيف جايد من اول شابتر 4 صفحة 79، وفي كتاب تاني اسمه اباتشي هادوب ياون، ده اوبشنال بس تقريته هتبقى هنبسط قوي يعني هتفهم حاجات زيادة شوية، من اول صفحة 43 الشابتر بتاع اليوم. الشابترين دول لازم يتقروا يعني من جلد صفحة صفحة، ولو في حاجة احنا ما شرحناهاش او ما يعني نظبط كده بس تتابع فيديوهات كان خاص السلسلة، في حاجة ما رحنالهاش او ما شرحناهاش اتكلموا عنها وخلينا ممكن نشرحها يعني. في حاجات هم شرحنا مش مناش مهمة كلها، بس اصلا ممكن يكون حاجات ادفانس نشرحها بعدين، بس ستيل الشابترين دول او يعني اتليست الكتاب ده لازم تقري الشابتر بتاع اليوم ده يعني من شابتر كله، هو حوالي 20 ورقة افتكر 20 او 25 ورقة. ده حتة ادفانس سنة مش ادفانس يعني مش مهمة قوي، بس هيبقى حاجة حلوة قريته يعني. طيب نرجع بقى لنقطتنا، انا محضر الشابتر يعني انت لو قريت الكتابين دول ممكن تسكيب الفيديو اصلا مش محتاج تقرا يعني الكلام اللي موجود هو اللي بشرحه يعني. طيب نرجع لنقطتنا، اليارن ده بيعمل ايه او بيديك ايه عشان تشتغل معاه؟ بيديك شوية اي بي ايز عشان تقدر تكونكت مع الكلاستر ريسورسز. يعني عندي كلاستر في 50 تيرا بايت اوف رام وعندي مش عارف 2000 كور، انا عايز بقى عندي 1500 ديفلوبر عايزين كلنا نرن سبارك شوب ولا ماب ريديوس ولا هايف ايا كان الجوب بتاعتنا ايه هي، وعايزين ناخد الريسورس دي. مين بقى اللي هيوزع؟ مين يقول ده اخلص ما خلص؟ مين اللي مانج الدنيا دي كلها؟ يعني بيعمل ده ازاي؟ عن طريق اي بي اي. يعني هو ده يعني بيديك اي بي اي تمبلمنتها في التول بتاعتك، افتر سبارك عمل امبلمنتشن على سبارك اون يارن، ماب ريديوس اون يارن، كل كام ده اون يارن عشان يقدر يوزع ترن جوب بتاعتك عليه وتوزع الريسورس دي. طيب الاي بي اي دي انت ما بتكتبهاش بنفسك، يعني هي مش بتستخدم، انت ما بتكتبش الكود بتاعها، هو انت بتكتب سبارك، هو سبارك اوتوماتيك بيمبلمنت يارن بيكومينيكيت مع اليارن، هو عامل امبلمنتشن للاي بي اي ده زي يكلمها. لو بتكتب ماب ريديوس نفس الكلام، فانت الاي بي ايز دي مهم يكون تعرف المعلومه دي. طب ليه مهم تعرف التفصيله دي؟ هي اصلا مش تستخدمها. تخيل انك انت جيت في يوم بتعمل، وده حصل فعلا، انتجريشن لتول جديده وعايز تشتغل على يارن. انت لو انت عارف المعلومات دي ان يارن اي بي اي وانت عايز كوميونيكيت طول جديد مع اليوم دي، انت فاهم ممكن تعمل امبلمنتيشن. وانا اعرف حد كان عامل لنا وانا في بولندا، كان في حد عامل لها امبلمنتيشن بايده لبعض الفانكشناليتي دي في اي بي اي، وكان بيستخدمها في تول ما كانتش موجوده على هدوب اصلا اوريدي ساعتها يعني. فدي حاجه حلوه جدا انك تكون عارفها. طيب لما انت دلوقتي انت بتكتب ابلكيشن بتعمل ايه؟ انت مش ايه، هتكتب الكود بتاعك وفي اليوزر بيكتب يعني هاي ليفل اي بي اي، بتكتب اي بي اي هاي ليفل وهي اوتوماتيك بتكونفيجر او هي بترن على يارن، واليارن ده بيعمل ايه؟ هو بيخليها ترن بشكل ديستريبيوتد او ديستريبيوتد زي ما بتقال ايا كان. المهم فاكزامبل ده ايه؟ قلنا ماب ريديوس بيرن نيتف داتي اون ماب على يارن عادي او سبارك اون يارن. هتقولي ايه ده سبارك اون يارن؟ سبارك بيرن اون يارن، بيرن اون ميسوس، بيرن على كوبرنيتس، بيرن على يعني على سبارك كلاس يعني سنجل مش محتاج ان هو اذر تولز. سبارك عنده اتس اون امبلمنتيشن في الديستريبيوشن يعني، وفي داتا بريكس والكلام ده، بس المهم يعني انا بس اخد دول اشهر حاجه ماشي. وكل الماب ريديوس لما نيجي نكتبها ونيجي نكتب ماب ريديوس ابلكيشن هنلاقي ان هو في حتت بنتكلم فيها هدوب عشان نكلم اليارن في الحاجات دي، وسبارك اوتوماتيك انت بس تكتب الابلكيشن بتاعك وهو اوتوماتيك بيديستريبيوت، فانت مش محتاج انك انت تعمل امبلمنتيشن الكلام ده، هو التولز دي اوريدي امبلمنتد مع الكلام ده. امتى ممكن توصل لو ليفل ديتيلز دي؟ لو بتعمل امبلمنتيشن دي تول مش موجود اوريدي انتجريشن مع يارن ماشي. طيب اليارن عنده تلات حاجات كده اساسيه بيعملها، او يعني مش اكيد سوري مش في تلات اشخاص، خلينا نفترض بزنس ستيك هولدرز يعني بيتعاملوا معاه. في الكلاينت اللي هو بيسبميت كلاينت مكتوبه غلط ماشي، كلاينت مش عارف مكتوبه كده دي طيبه، الكلاينت اللي هو بيسبميت الجوب بتاعته، وعندنا النود ماستر اللي هو بيعمل ريسورس مانجمنت للجوب دي، وعندنا الداتا نودز اللي هي النود مانجر اللي هو بيمانج الرننج بتاع الجوب بتاعك دي على الداتا نودز تمام. طيب نروح للجزء ده. انا قبل ما اخش واشرح احنا كومبوننت بتاعت يارن، تعال نبص لها بشكل كده اوفر فيو. انا حسيت لو حطيناها قبل ما اخش نشرح تفاصيل عشان هتلاقوا ان احنا عندنا في الفيديو ده بعد الصوره دي هنخش شويه تكس كتير كده نشرح وظايف كل واحد، وبعد كده عندنا سيناريو يعني فيجرز هنقعد نمشي معاها للسيناريو ده بتاع التكس ده از فيجرز. ف هناخد الجزء ده وبعد كده نشرح تفصيل لكل كومبوننت من دول، بعد كده ناخد اكزامبل في الاخر. طيب اليارن هو تحتيه حاجتين او يعني تحتيه فيرتشوالي زي ما قلنا
في مش فيرشوال فيزيكال, في داتا نود نيم نود اللي ماستر نود او مانجمنت نود, وعندنا الداتا نود. تمام, النيم نود بيحصل امبلمنتد عليها ايه؟ الريسورس مانجر. طب والداتا نود بقى عليها النود مانجر. تمام, منطق جدا. طب الريسورس مانجر اللي على النيم نود بقى ليه وظيفتين اساسيين, السكيدولر اللي هو بيسكيدول الجوبس, وهنتكلم عن ايه هو السكيدول بيعمل ايه, والابلكيشنز ابلكيشنز مانجر. حلو. طيب النود مانجر, النود مانجر هو بير نود بيبقى عليه ايه؟ عليه الكونتينرز اللي هي بترن الدات بترن بترن الجوبس, وعليه الابلكيشن ماستر. تمام. طيب الكونتينرز دي هي الحاجه ايه, هنشرحها بتفصيل, الحاجه اللي بترن فيها الدات. ممكن لو حد عارف دوكر, هو نفس كونسبت دوكر كده بالظبط, هو الكونتينر اللي بيرن عليه السنجل ابلكيشن اللي بيحصل ديستريبيوشن, يعني ممكن يرن عندي اكتر من كونتينر. والابلكيشن ماستر بيبقى واحد بير ابلكيشن, وهو فعليا بيبقى كونتينر. هنشرح ده الكلام ده بعدين. طيب ناخد اول جزء, الديمونز اللي هي الديمون اللي هو بتاع اليارن. بيبقى موجود عليه ايه؟ عليه الريسورس مانجر اللي احنا اتكلمنا عليه اهوت, ماشي, وده بيبقى 1 بير كلاستر. طب هتقولي ايه ده 1 بير كلاستر, ده معناه ان لو يحصل مش عارف ايه الدنيا كلها تقع؟ لا, هو طبعا بيبقى ليه ستاند باي والكلام دوت, يعني بيبقى فيه اكتف باسيف والكلام ده, بس اصلا يعني هو واحد اكتف في الكلاستر بتاعنا دلوقتي. حلو. طيب وعندنا نود مانجر اللي هو مسؤول اللي يرن ال بيرن على كل النودز, وهو مسؤول يبقى واحد لكل نود, ويبقى بمسؤول عن اللونش والمونيتور للكونتينرز اللي بترن عليها الابلكيشن. طيب الريسورس مانجر, نخش بقى تفصيل. احنا قلنا كده الريسورس مانجر, نركز مع بعض, الريسورس مانجر هو واحد بالكلاستر, والنود مانجر هو واحد بالداتا نود. حلو. طيب الريسورس مانجر بيبقى جواه ايه؟ جواه حاجتين, جواه السكيدولر, جواه الابلكيشن ماستر. جميل جدا. طيب الريسورس مانجر ده ان جنرال هو بيرن على ايه؟ الماستر نود او النيم نود او المانجمنت نود. طيب وخلينا نقول ان هو ده مسؤول, هو المسؤول الاول والاخير والالتيميت اوثوريتي للريسورسز على الكلاستر كله. اي ابلكيشن عايز تاخد حاجه, هو المسؤول الاول يدي لحد وما يديلوش, لو يعني مش عايز مش هيدي, وعايز يدي هيدي. تمام. طيب وقلنا ان هو المسؤول او هو الجلوبال ريسورس سكيدول, هو مسؤول على سكيدولينج لكل الابلكيشنز. تمام. اوكي. طيب هو سنجل بوينت اوف فيلير في اليارن, معناها ايه؟ معناها لو مش امبلمنتد هاي افيلابيليتي اللي هي اكتف باسيف, وعندي واحد بس, ده هيوقع الدنيا كلها. تمام. فطبعا هو سنجل بوينت اوف فيلير, بس احنا بنتشيف الهاي افيلابيليتي باستخدام الاكتف ستاند باي كونفيجريشن. او طبعا مستحيل, مش فاكر شفت عمري في حياتي كلاستر هو 1 اكتف نود وخلاص, يعني انا شفت كلاستر بيبقى فيها 50 و60 اكتف نود اصلا از مانجمنت نود يعني. طيب نخش على الابلكيشنز مانجر. تحت الريسورس مانجر قلنا ايه؟ تعالوا نرجع كده شويه عشان تحت الابلكيشن مانجر عندنا ايه؟ الريسورس مانجر عندنا ايه؟ عندنا الابلكيشن مانجر وعندنا السكيدول. احنا هنتكلم دلوقتي على الاثنين دول. تمام. طيب نروح دلوقتي على الابلكيشن مانجر. طيب الابلكيشن مانجر ده ايه؟ مسؤول ان هو بيأكسبت الجوب سبميشنز, لما حد بيسبميت جوب هو بياخد السبميشن ده. طيب هل هو بياخد السبميشن ده بعدين بيعمل ايه؟ الخطوه الثانيه, هو مسؤول ان هو يجيب لك الفيرست كونتينر اللي هترن عليه الابلكيشن ماستر. فاول واحد لما تسبميت ابلكيشن كده, هو مش بيرن ابلكيشن ولا هيقوم الكونتينرز هترن الابلكيشن, هو بيقوم الكونتينر الاساسي اللي مسؤول على مانجمنت ومونيتورنج الابلكيشن بتاعك, اللي هو ايه؟ هو بيسموه فيرست كونتينر الابلكيشن, اللي هو الابلكيشن ماستر. طيب فنرجع تاني للرسمه, معلش هرجع كده, كنت المفروض احط رسمه تاني بس ما علينا. فاحنا هنا الابلكيشن مانجر هو مسؤول ان يقوم اول كونتينر اللي هو بيرن عليه الابلكيشن ماستر ده. فهناخد بالنا ان يعني ده غير ده, الابلكيشن مانجر ده بس هو بيقوم الكونتينر اللي بياخد الريكوست ويقوم الابلكيشن ماستر, كونتينر بيرن على الابلكيشن ماستر, مفيش حاجه تانية, ما بيحصلش حاجه تانية. تمام. طيب ماشي. طيب نرجع تاني هنا. طيب بعد ما الابلكيشن يحصل لها سبميشن, ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه هو بيفاليديت الابلكيشن سبيسيفيكيشن. يعني ايه بيفاليديت الابلكيشن سبيسيفيكيشن؟ يعني ممكن الابلكيشن دي تكون عايزه شويه سبيسيفيكيشن مثلا مش عارف مثلا نوع ريسورس معين او عدد معين او الكلام ده كله, فهو بيبص على الكلام ده. ماشي. الابلكيشن سبيسيفيكيشن هنا برضه ممكن مقصود بيها السبيسيفيكيشن هيقوم عليها الابلكيشن ماستر. يعني افرض انت بترن سبارك, فهو بيقوم الابلكيشن ماستر مسؤول سبارك, هو غير نوع الابلكيشن ماستر او الكونتينر اللي بيقوم للابلكيشن ماستر بتاع سبارك, ممكن يكون مختلف عن حاجه تانية.
تمام. طيب هو ممكن يريجكت اي ابلكيشن ريكوست اللي هي عندها مثلا عايزه ريسورسز مش من ابلكيشن ماستر. يعني ابلكيشن ماستر بتاع يعني ابلكيشن ماستر لو عايز ريسورسز هو ممكن هو بي اكسبت ويريجكت الريسورس المطلوبه. تمام. طيب فدلوقتي نعيد تاني الريسورس مانجر تحتيه ابلكيشن مانجر. ابلكيشن مانجر ده بيقوم الفيرست كونتينر للابلكيشن بتاعك اللي بيقوم عليه الابلكيشن ماستر. الابلكيشن ماستر بيشوف انت عايز قد ايه مثلا ريسورسز، وبعد كده مثلا عايز 100 جيجا، يروح يطلب ال 100 جيجا دول من الابلكيشن مانجر. الابلكيشن مانجر ده يشوف السبيسيفيكيشن، هل دي ممكن نعملها ولا لا. حاجه تانية، هل الحاجات المطلوبه انت عايز 20 نود وعايز 50 جيجا ميموري و20 كور، هل دول موجودين ولا لا. ممكن يريجكت يقولك مش موجود، او ممكن ما يريجكتش، بيعمل حركه صايعه كده، ممكن يحطك بيندنج لو هو عامه هيقدر يديك الريسورس دي. افرض طالب ريسورس اكتر من كلاستر، على حسب الامبلمنتيشن ممكن يرفض ممكن ما يوافقش. تمام. طيب هو بيتشيك ان مفيش ابلكيشن اوريدي سبميتد بالكلام ده. طبعا الحته دي حته مو ادفانسد قوي، وهي ما بتحصلش كتير، بس يعني هو بيتشيك دي عشان مشكله كانت حاصله ليها علاقه بالتكنيكال بتاعت هادوب يعني، بس ان جنرال دي برضو مش حاجه بتحصل كل شويه يعني. طيب بعد ما تخلص كل هو خلاص اتاكد ان الريسورس موجوده وكل حاجه موجوده، يبعتها للسكيدولر. طيب فين السكيدولر بقى؟ لسه هنتكلم بعدين. ماشي. برضو حاجه تانية، هو مسؤول ان هو بيركورد ومانجينج الفينش ابلكيشن. لما الابلكيشن ماستر يخلص الجوب، هو بيبعتها الابلكيشن مانجر. الابلكيشن مانجر ده تحتيه كل الابلكيشن ماستر اللي رنت، فهو مسؤول ان هو بيخزن الفينش ابلكيشن لوجز وكل التفاصيل دي. ماشي. طيب ايه تاني؟ هو بيحط لما هو بيخزن الداتا، فمنطقي ان انت ما تعوز تشوف اي لوجز او تشوف اي حاجه تفاصيل هترجع له، فهو بالتالي بيخزن ابلكيشن سامري واللوجز بتاعتها برضو. برضو هو بيكيب كاش في كومبليت ابلكيشن. برضو انت ممكن تكون عايز تسيب كاش، او انت لو انت عندك ابلكيشن بترن وهي عامله كاش، او هو مثلا حاط الكاش بتوين ابلكيشنز، ابلكيشن مانجر برضو هيبقى مسؤول عن الحته دي، هو بيكيب الكاش ده. طيب ماشي. طيب السكيدولر بقى، هو احنا خلصنا كده الجزء الاولاني. لو نرجع تاني معلش نرجع، انا عارف حته سخيف كنت المفروض احط الرسمه. ماشي، احنا خلصنا الجزء ده. ماشي، نتكلم بقى على الجزء ده اللي هو السكيدولر، اللي هو مسؤول اللي هو في الريسورس مانجر. تمام. طيب نروح هنا للسكيدولر. طيب السكيدولر هنا بقى هو مسؤول في للالوكيشن ريسورسز اللي راننج من الابلكيشن، وبرضه المسؤول عن الكونسترينز اللي علاقه بالكاباسيتي والكيوز وكل الكلام ده. هتقولي ايه ده يعني كومبوننت كام مسؤول عن الحته دي؟ لان ممكن يكون عندي انا دلوقتي الابلكيشن مانجر خلاص قال انا هرن الجوب دي واتاكد من الحاجات المسؤول عنها، بس افرض انا عندي ابلكيشن جاي من يوزر معين. حلو. الابلكيشن ده اليوزر ده مثلا نفترض ديفلوبمنت تيم ودول ليهم كيو معين، وعندي بزنس تيم مثلا ليه كويريز معينه او ريكوست معينه، ده ليه كيو تاني. فمش منطقي ان واحد ان يبقى فيه 1 كيو لكل حاجه، مين هينظم الكلام ده؟ هتقولي بس ايه لازمتها يعني؟ لا، ده في اصلا هتلاقوا في الكتاب لما يجي يشرح اليوم هتلاقوا جزء مخصوص عن موضوع السكيدولينج ده، وهتحس انه تفصيلي ويعني جزء مور ديتيلز قوي يعني. يقعد يشرح ويقول لك مش عارف ايه انواع السكيدولينج، وهتلاقي ان في تفاصيل كتير جدا، وهي فعلا يعني لما نيجي نشتغل في هدوب اون برودكشن الجزء ده بيبقى مهم، يعني انك انت تكون فاهمه بيبقى مهم، انك تسهل عليك حاجات كتير يعني. طيب هو برضه بيسكيدول بيزد على الريسورسز، يعني افرض انت طالب 50 جيجا، واحنا الكلاستر بتاعنا يقدر يديك 50 جيجا. حلو. طيب افرض انا الكلاستر 50 جيجا دول مش موجودين دلوقتي، بس هما هيبقوا موجودين بقى كمان شويه، هيحطك في الويتنج او البندنج ابلكيشن. هنشوف مره، هنفتح نشوف يارن يو اي، هنشوف ازاي الكلام ده بيحصل. فبالتالي ده برضه من ضمن الحاجات اللي بتحصل، ان هو يارن مسؤول ان هو السكيدولر ده مسؤول ان هو يشوف الريسورس دي افيلابل او يحطها، لو مش ممكن يحطها في الـ بيندنج. طيب اوكي. طيب الكونسبت ريسورسز، يعني حته بقى الريسورس دي حته مهمه جدا. يعني ايه كلمه ريسورسز في هدوب؟ هدوب تعريف الريسورس بالنسبه له هو كونتينرز. يعني انت دلوقتي عايز 50 جيجا مش عارف رام و50 سي بي يو مش عارف و20 هارد ديسك مثلا الابلكيشن بتاعتك،
الكلام ده في الاخر ابستراكت بيظهر في كونتينر. هو بياخد الريسورس دي يقول ده شكله كده عايز 50 كونتينر، ده 100 كونتينر، ده 20 كونتينر. هو بيكونفيجر الكلام ده. تقول طب انا ممكن اكونفيجر الكلام ده؟ هو بس خد بالك ان الكلام ده بيبقى كونفيجر اصلا في اكس ام ال فايلز بتاعه هادوب كله، مش محتاج تخش تفاصيل ده، بس يعني احنا بنكونفيجرها مره واحده. ممكن نعمل اوتمايزيشن بعدين، بس هي في الاخر اي حاجه بتعملها في هادوب هي بتترجم لعدد كونتينرز. تمام. طيب في جزء مهم، السكيدولرز موجوده في اكتر من نوع. هتلاقي في حاجه اسمها الكاباسيتي سكيدولر والفير سكيدولينج سكيدولر، ودول بلجن بس في اكتر من نوع وفيهم تفاصيل بالمنشن بتاعهم احنا مش هنكمل دلوقتي، وهم مشروحين في الكتاب. بس ممكن لما نيجي ناخد يوز كيس نقول احنا نستخدم هنا ايه نوع السكيدولر اللي هنستخدمه. بس ده كان جزء مسؤول على الجزء اللي هو في النيم نود. تيجي نتكلم بقى على النود مانجر. طيب النود مانجر دي جواها جزئين، ايه هما؟ صح، كونتينرز اللي هو الحاجه الاساسيه اللي بتطلع ابلكيشن، والابلكيشن ماستر. طيب النود مانجر بتطلع على داتا نود، و اليارن او البير نود او الوركر ايجنت. يعني كل نود او كل نود هي فيها النود مانجر بتاعها او الايجنت بتاع اليارن اللي بياخد باله من الريسورس بتاعت النود دي. تمام. طيب لما نقوم نود جديده، النود دي بتروح يعني قلنا ستارت اب، لما نيجي كده نعمل بوت اب او بوت اب ليها اسم اكتر، يعني اول ما النود تقوم او من كونفيجرها بتروح تجستر نفسها. النود نود بتجستر النود مانجر بيرجستر في الريسورس مانجر اللي هو في النيم نود، وبعدين هو بيبعت هيرت بيتس. طيب نيجي السؤال بقى دلوقتي، وده سؤال مهم جدا الناس بتساله ولازم تكون فاهمه، ازاي الريسورس الريسورس مانجر بيعرف مين افيلبل ومين لا، مين عدد الريسورسز عن طريق الهيت بيتس دي؟ كل شويه النود مانجر بيبعت زي هيت بيتس كده للنود مانجر يقول له انا صاحي انا موجود انا صاحي انا موجود، كل شويه كده لغايه لما ممكن مثلا النود دي تقع، فيعرف النود دي خلاص مش افيلبل فيبعت لنود تانية. وبالتالي معرفه او الكوميونيكيشن بين النود مانجر والريسورس مانجر دي بتحصل فريكوينت، وده الطريقه اللي بيعرف منها الريسورس مانجر مين النود لايف ومش لايف. فلو جه حد بيسالك يقول لك ازاي النود مانجر بيعرف النود لايف ولا لا، عن طريق الهيرت بيتس دي. تمام. طيب البرايمري جول بتاع الكلام ده ايه؟ ان هو بس يمانج الكونتينرز. يعني هو دلوقتي في شويه كونتينرز موجوده اسايند هو يرنها عنده، هو بس عليه يمانج الكونتينرز دي. طيب النود مانجر برضه مسؤول عن ايه؟ في شوية كومبوننتس كده اساسيه في النود مانجر هنتكلم عنهم، بس ممكن في تفاصيل تانية نكون احنا مش ما قلناهاش مش احنا شايفينها مش مهم، بس دول مهمين يعني هنتكلم حاجات مهمه. طيب في عندنا اول حاجه النود ستيتس ابديت، ده اول كومبوننت موجود في النود مانجر. كل ده سوفت وير واي بي ايز، مش هارد وير، مش فيزيكال. يعني مسؤول عن ايه؟ مسؤول ان هو بس يبعت اللي قلنا هيرت بيتس او يكيب النبن الريسورس مانجر ابديت. حاجه الثانيه الكونتينر مانجر، ان هو يبدا يشوف المونيتور ويشوف اللايف سايكل بتاع الكونتينر ويشوف المشاكل بتاع الكونتينر، مين اشتغل ما اشتغلش، كل الكلام ده. طيب التشيك بتاعت النود، هو بيبعت برضه بيتراك النود هيلث تشيك، لو في اي حاجه بعتها للنود مانجر بيبعت شويه ريبورتس لوجز كده. لوج هاندلر، كل كونتينر بيرن بيالي لوجز، هو بياخد بيمانج اللوجز دي وياخد بعد كام جوب بتخلص او كونتينر يخلص ياخد اللوجز دي او اللوجز فايلز دي ويابدتها للريسورس مانجر. طيب طيب الكونتينرز بقى، الكونتينرز هي يعني التعريف ده مش عقب هدوب عشان بس اكون واضح. الكونتينر ده احنا كمان كونتينر ان جنرال، ايه هو تعريف الكونتينر ان جنرال؟ هو اللوكيشن، هو كان مجموعه، يعني نفترض انا اخدت قلت انا يعني في شويه ريسورسز عندي مثلا في الجهاز تاعي، فانا عايز اعمل ابستراكت طريقه ابستراكت ان انا اقسم الريسورس دي على الحاجه بتاعتي. فنفترض عندي مثلا جهاز فيه 10 جيجا بايت رام و 5 كور، فانا قلت انا هعتبر ان الكونتينر بتاعي انا هقسم الريسورس بتاعتي از كونتينرز، والكونتينر بتاعي 2 جيجا رام و1 سي بي يو، ده كان بالنسبه لي كونتينر ممكن يتقسم او ممكن يتقسم. فالكونتينر هو فيرشوال عشان يمانج الفيزيكال ريسورسز. تمام. طيب ممكن يكون عندي اكتر من كونتينر نفس الماشي، منطقي. ما انا لو همانج الريسورسز 1 تو 1 يبقى انا كده مش لازم كونتينر. الكونتينر فكرته ان هي ابستراكت، ان انا ممكن اقسم النود الكونتينر بتاعتي اكتر من شكل، الريسورس بتاعتي باكتر من شكل، مش 1 تو 1 بير نود، لا هو كل نود ممكن عليها اكتر من كونتينر، فبالتالي هي
ممكن اكتر من كونتينر على سنجل نود. طيب فبالتالي كل نود بيبقى مسؤول هيك كومبوز شويه ايه كونتينرز. يعني النود دي عندها 100 جيجا رام و50 سي بي يو، فهو بيتقسم مثلا نفترض 2 جيجا رام و1 سي بي يو، فكده عندها 50 كونتينر، وتبعت الكلام ده ايه يعني ريجستر الكلام ده عند النود مانجر، فيبدا هو يوزع ايه، ميجي يوزع يعرف مين الفاضي مش فاضي وعنده قد ايه. تمام. طيب الكونتينر بيكسكيوت ابلكيشن. الابلكيشن ده بيبقى محتاج او بروسيس سبيسيفيك بروسيس مثلا بيحتاج ايه شويه سي بي يو شويه رامز. بس خد بالك ان الكونتينر ده ممكن يبقى عندي كونتينر كونتينر واحد بابلكيشن مسؤول عن حاجه معينه. ممكن يكون عندي كونتينر بيرن جزء من ابلكيشن كبير، مسؤول مثلا بيرن جزء من سبارك، كونتينر تاني يا اما بيشير معاه، يعني مش بيشير معاه، بيرن جزء تاني من الداتا على جزء تاني من الداتا، او بيرن جزء بعدين من الداتا. فاهم اقصد ايه؟ يعني افترض عندي جوب بتعمل سبليت لفايل، حلو، الفايل ده 1 جيجا، ممكن يبقى عندي 1 كونتينر بياخد 500 ميجا و1 كونتينر تاني ياخد 500 ميجا، فبالتالي تو كونتينرز شغالين مع بعض. وبعد ما يخلصوا الكونتينرز دول، في كونتينر تاني مثلا بيعمل انسيرت، فبالتالي الكونتينرز في الاخر هم كانهم مش فيزيكال نود بس كانهم ابستراكشن، يعني كانهم هم البروسيسنج يونتس بتاعتي، بوزع البروسيسنج بيزد على الكونتينرز دي. طيب الريسورس مانجر بيكاري الكونتينرز بيزد على الابلكيشن ريكويرمنت، ده منطقي طبعا. طيب والابلكيشن واحد بيرن على 1 او مور كونتينرز، برضه لوجيك، يعني زي ما قلنا ابلكيشن واحد سبارك مثلا بيرن اكتر من كونتينر عشان يرن الكلام ده، عندي هايف كوري بترن على 1 او مور كونتينر. طيب طيب كل ابلكيشن، اي ابلكيشن بترن على ابلكيشن ماستر، لسه هنشرحه ايه هو. والابلكيشن ماستر ده بنعتبره كونتينر زيرو، يعني هو الابلكيشن ماستر في حد ذاته كونتينرايز، يعني الابلكيشن ماستر في حد ذاته هو كونتينر زيرو لاي ابلكيشن. ففي حد ساعات بيقعد يقول لك ايه هو كونتينر زيرو لاي ابلكيشن، هو الابلكيشن ماستر، فحاجه منطقيه جدا يعني. طيب وبالتالي اول لما الابلكيشن بتقوم بيجي الابلكيشن ماستر ده يبعت ينيجوشيت مع الريسورس مانجر، انا عايز 50 كونتينر مثلا زياده، يعني هو كونتينر بينيجوشيت انا عايز مثلا 50 كونتينر تاني، بيفاصل معاه. طيب طيب الكونتينر ريكويست وريليز وكل الكلام ده هوت بيحصل اون ران تايم بشكل دايناميك مش ثابت، لان هدوب هي دي فكرته، انا عندي تيرا بايت اوف رام وانا عايز بقى ايه اوزعهم ومتوزعين على النودز، انا عايز بقى اخد شويه اسيب شويه، كل الكلام ده ريليز والكرييشن كل الكلام ده بيحصل بشكل دايناميك، هو مش ثابت. ما اقدرش اقول ان هي حاجه ستاتيك، هي ما بتجوز تيجي مثلا تشتغل بتقول لك انا عايز عدد مثلا 10 ماب كونتينر مثلا، وتخلص سيبهم بعد كده يجي هكذا بتجوز عايز تاني، فالموضوع شكل دايناميك مش ستاتيك، لانه ستاتيك ما بيش لازمه كونتينر ايديا يعني. طيب نقطه قبل ما نخش على ابلكيشن ماستر، طيب حد يقول لي هنا السؤال بقى، هل الكونتينر ده هو ايكوال مثلا للكونتينر ايديا بتاعت دوكر؟ اقول لك اولموست يعني هي نفس الفكره، هي فكره الكونتينر اصلا مش فكره جديده يعني بتاعت دوكر، يعني هي مش فكره جديده لدوكر او لاي كونتينرايزيشن ايديا، لا حتى لو شفتوا في عندنا سلسله على القناه بنتكلم فيها على كونتينرايزيشن، هي الفكره عامه هو ازاي نخلي الريسورسز بشكل الفيزيكال ريسورس بشكل فيرشن نقدر نتعامل معاها بشكل سهل. فالموضوع ده هو عشان كده ما قلنا ان احنا ممكن نشيل يارن ونحط مكانه حط مكانه مثلا كوبرنيتس مثلا، قلنا ده عادي ممكن يحصل، تشيل اليارن كله، مش تشيل الحته دي، ما فيش حد بيشيل الجزء ده، لان الكونتينر في الاخر ده جزء من اليارن. تمام. طيب الابلكيشن ماستر، طيب الابلكيشن ماستر ده اخر جزء اللي كان عارف في اليارن، قلنا ان هو البروسيس بكوردينيت الاكسكيوشن على كلاستر، وهو بينموز له كونتينر زيرو. ماشي. كل ابلكيشن عندها يونيك ابلكيشن ماستر، هو 1 ابلكيشن ماشي، وهو مسؤول ان ياخد يقول للريسورس مانجر انا عايز مثلا 50 60 كونتينرز، هو مسؤول عن الكلام ده، وهو برضه بيشتغل مع النود مانجر عشان يكسكيوت ومونيتور التاسكس. طيب هو برضه كل شويه بيبعت هيرت بيتس للريسورس مانجر عشان يقول له الريسورس اخبارها ايه، احنا خلصنا قد ايه، البروسيس السيتويشن. طيب دي حته بقى اللي كنت عايز اتكلم عليها، هو فريم ورك ابلكيشن سبيسيفيك، يعني طبعا انت مش شايف الكلام ده، بس الابلكيشن ماستر اللي بيرن السبارك
هو مختلف عن البيان الهدو سوري ما بيديوس، هو مختلف عن البيان لحاجة ثالثة مثلا ده مهوت مثلا. هو فكرته انت الابليكيشن انت بترنها او الجار بتطلعه، لو هو السبارك هو بيعملين امبلمنتيشن لليارن مود، فهو بيقدر يكوميونيكيت مع اليارن. فبالتالي هو انت انت في الاخر بترن كلهم على نفس الكلاستر كل حاجه، بس هو انا بقول لك هي امبيدد جوه الكوب بتاعك، جوه الاي بي اي انت تستخدمها زي سبارك او مابريديوس، هي بتبقى ديزايند سبيسيفيك للكونسبت ده. يعني الابلكيشن ماستر بتاع مابريديوس مختلف عن ده سبارك. طيب انا كده خلصت جزء النظري كله، انا عارف انه طويل وطولنا، بس يعني ايه هنحاول دلوقتي ناخد السيناريو بشكل سيمبل وبشكل من غير تعقيد. وممكن لو انت حاسس ان الكلام اللي فات ده تفاصيل زياده عن اللزوم، شوف الصورة دي وفهمها بشكل عام، وبعدين ممكن تقراها تاني هتحس الموضوع بقى سهل. طيب نجي بشكل بسيط، عندي عندي يوزر، اليوزر ده عايز يرن ابلكيشن على اليارن. طيب فكتب هدوب وحط جار، ماي جار، الجار ده بتاعه سمى مثلا علي جار، ماي اب جار، وعايز السيلز داتا، بيرن الجار ده على السيلز داتا. جميل جميل جدا. طيب فبالتالي هو بيرن الكوماند منين؟ من الكلاينت ماشين بتاعته، نود جهاز بي سي. طيب ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بيروح للريسورس مانجر، فانا حاطط لك النوت اهو، فالكلاينت بيسبميت الاب سبيسيفيكيشن عشان عشان ايه يو لونش. تمام. طيب في سبارك مثلا لما نيجي نلونش سبارك جوب بنقول احنا عايزين دي ريسورس، بنقول احنا عايزين 50 جيجا رام و20 جيجا مثلا سوري 20 كور، وعايزين كام اكسكيوتر. في ما بيديوس ما نقولش الكلام ده، هو سبارك بيعمل الكلام ده لوحده، هنقول ازاي بيعمله بعدين بس مش مهم يعني. بس تل على حسب يعني، ممكن بعدين في الاخر لو انت بترن سبارك مثلا فبيبعت شويه تفاصيل الريسورس اللي هو عايزها. غير كده سبارك الريسورس مانجر بيشوف هو انت عايز قد ايه، لما الابلكيشن ماستر يقول له انا عايز 20 جيجا مثلا رام فيبدا يديها له او لا. طيب فاول حاجه هنا ان الكلاينت قال للريسورس مانجر انا عايز ارن الجار ده. طيب بعدين الريسورس مانجر هيلونش ابلكيشن ماستر ذا فيرست او زيرو كونتينر عندي، اللي هو اول كونتينر بيقوم عندي. طيب الابلكيشن ماستر بيعمل ايه؟ اول حاجه او هو بيقوم كده بيشوف الابلكيشن عايز قد ايه، وكويري الريسورس مانجر عايز ايه، الديتيلز ساعتها عايز قد ايه. طيب حاجه الثانيه انت عايز السيلز داتا، فالابلكيشن ماستر بيقول لي النيم نود. هي المفروض خد بالك ان الريسورس مانجر موجود عند النيم نود، بس انا فصلتهم في حتتين عشان بس ما يحصلش يعني ايه لخبطه. طيب بيروح للنيم نود يقول لها فين السيلز داتا، ماشي، نفترض هي بلوك 1 وبلوك 2 وبلوك 3، هتقول له خد يا عم هم موجودين على نود 1 ونود 2 ونود 3. طيب بعدين هيجي الابلكيشن ماستر يقول والله ايه ده، الداتا دي مثلا انا عايز، عشان الداتا دي انا عايز 3 كونتينر، كل كونتينر فيهم هيرن عايز نود ويرن على 1 جيجا بايت 1 كور. تمام. فيجي الابلكيشن ماستر الريسورس مانجر يقول طب يا عم خد هير يو جو، التاسكات بتاعتك اهي، ابدا اشتغل ايه، خد الريسورس دي. فيروح الابلكيشن ماستر يجي ايه يقوم الكونتينرز، يبدا بقى يمونيتور التاسكس دي لغايه ما تخلص. طب وقت ما تخلص خلاص احنا اتس دان، فيبدا يقول له انا خلصت، يبدا يريليز ال يشوت داون الكونتينرز ويبعت يابلود ال اللوجز للريسورس مانجر. طيب بالحته دي كده في اخر حته كده نكون احنا خلصنا الجزء عن المسؤول عن الريسورس مانجر. طيب في شويه تفاصيل في النص ما قلناهاش، او حسينا ايه، انا حسينا تفاصيل زي عن زوم، هي زي مثلا ايه اللي بيحصل لو احنا مثلا عايزين نديزاين كيو بشكل مختلف، السكيدولر يعني السكيدولينج بيحصل عندنا بشكل كيوز مثلا. ايه اللي يحصل لو عايز ديزاين كيو بشكل مختلف ليه علاقه مثلا باليوزر، لا في كيو تاني عايزه بالريسورس، عايز اديله حجم ريسورس ثابت. طب بريورتي بتتم ازاي؟ هل ممكن اغير بريورتي على الجوبس؟ يعني انا بران جوب وانت بتران جوب، هل ممكن انا اعمل حاجه اخلي الجوب بتاعتي هاير بريورتي عنك؟ وهل اليارن ينفع اكسبت حاجه زي كده؟ شويه كونفيجريشن وتفاصيل، بس انا شايف ان الجزء ده هو بيزك او اساس تفهم يارن تفهم هدوب بالحته دي. المره الجايه هنبدا نتكلم عن مابريديوس، عن كومبوننتس عن مابريديوس و كومبوننت عن مابريديوس، ونبدا نعمل لها تصور ازاي هترن على اليارن على اتش تي في اس. يبقى احنا كده شرحنا هدوب ان جنرال الانتروكشن هدوب، بعد كده شرحنا هدوب ديستريبيوتد سيستم اتش دي اف اس، كده شرحنا اليارن، ناقص لنا المابريديوس، وبعدين نبدا نطبق شويه حاجات. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.